في ظل استمرار العنف في سوريا، فيما لا أفق لأمل مشرق قريب، يستمر تدفق السوريين الفارين من آلة الحرب القاتلة. اللاجئون السوريون لوعة في الداخل ومعاناة في الخارج، وقد تخطت أعدادهم 325,000. الزميل عماد رصد عمليات النزوح بين الحدود الأردنية السورية تحديدا. أخوي وأمي هرب على الأردن قبل أسبوع، وإحنا عم ندور عليهم وندور عليهم بالتلفون ومش ملاقينهم. خايف كثير عليها، رنيت بس الرقم غلط، بس ما بعرف منين تجيب رقمهم. أرقام لم تكن إذن مسألة حسابية ولا حتى أحجية يسلي بها وقته. عبد الرحمن ودع دفتره الدراسي تحت ركام بيته في سوريا، وجاء اليوم هنا يلتحف ملامح الرجولة، ملامح تحزن قلب كل من يراها وهو يحمل رقم هاتف أمه التي قدمت للحدود قبله بأسبوع. الأم ضائعة وأرضه ضائعة وطفولته ضاعت خلف هذا الواد، وما بين صرخات الرجال القادمين منه هربا من نيران أسد لم يشبع بعد من دماء شعبه. ذبحنا بشار الأسد، ما خلانا، ذبحنا يا خالي، دمرنا، هجرنا من بيوتنا، صار لنا اسبوع بنمشي بالشبل بالبعر وبالهاض ومننام لا اكل لا شرب. ذبحنا بشار الاسد، موتنا، حرق بيوتنا، هجر نسواننا، ذبح العالم كلها يا بشار الاسد. الله الله كبير، الله يمهل ولا يهمل، يمهل ولا يهمل. إذن ما بين الموت والحياة يوم واحد، وواد أكل من أقدام السوريين الفارين من أسد ذاك الواد، واد يفصل ما بين مجهول عودتهم لسوريا ومجهول ما ينتظرهم هنا. معاناة رسمت ملامحها ولا ملامح بعد رسمت لنهايتها. فمن كان بيته مدمرا افترش الأرض، ومن رفع دعاءه على بشار التحف السماء بانتظار إجابة. أما الجميع فقد أخفى وجهه أو ربما تقاسيم الخوف فيه، رغم نجاتهم خشية من أن تلحقهم أنياب الأسد. والجميع قال لكاميرا الإم بي سي: نعيش وكأننا ميتون، ونموت لكننا أحياء نعيش. عايشين من شو بدي أقول لك، عايشين من قلة الموت، يعني ميتين ومش ميتين. القصف كل يوم قصف، بالصواريخ، بالدبابات، فاتوا على الحراك دمروها، يحرقوا اللي عمره 80 سنة، اللي عمره يعني الولد الصغير يحطوا السكينة على رقبته. بناشد العرب كلهم مشان الله، مشان الله، مشان الله تنقذونا من هالشي. اشكي لله، اشكي لله. ذكريات الحرب والهجرة واللجوء لن ينساها هؤلاء، لتبقى هاجسا يخبرهم بأن سوريا ليست بغاب، ولن تبقى شريعة الغاب التي يحكم بها الأسد زمنا طويلا. فكما قطعوا هذا الواد فارين بحياتهم، سيأتي اليوم الذي سيعودون فيه ذات الطريق لبلدهم، مشتاقين لترابه الذي ارتوى من دماء شعبه الثوار. من الحدود الأردنية السورية، عماد العضايلة، ام بي سي. يعني مأساة بمعنى الكلمة. الآن راح ننتقل إلى زميلتنا هنادي جابر، راح تطلعنا على آخر الإحصائيات حول أعداد اللاجئين السوريين بحسب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين. هنادي صباح الخير. شكرا لك، صباح النور. أهلا بكم مشاهدينا. المفوضية العليا لشؤون اللاجئين تعد العدة لتصاعد الصراع السوري أكثر مما هو عليه الآن، ولزيادة معدلات تدفق اللاجئين. هذا ما أكده مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيريس. وقد وصل عدد اللاجئين في 4 دول مجاورة لسوريا، هي تركيا والأردن والعراق ولبنان، إلى 3 أضعافه في الأشهر الثلاثة الأخيرة، وبلغ 325,000
بداية أكتوبر، ولا يشمل هذا العدد كل السوريين الذين غادروا بلادهم، إذ لم يسجل كل اللاجئين أنفسهم لدى مفوضية اللاجئين. نبدأ من تركيا، حيث بلغ عدد المخيمات العاملة 13 معسكرا في 7 أقاليم. وتقول وزارة الخارجية التركية إن 8000 لاجئ موجودون على حدود إقليم كيلس، و 4000 موجودون على حدود إقليم هاتاي ينتظرون لعبور الحدود إلى تركيا، وتسمح لهم السلطات التركية بالدخول تدريجيا. عدد اللاجئين السوريين المسجلين في تركيا 93576 لاجئا. إلى لبنان نتحول، إلى لبنان طبعا، لنرى عدد اللاجئين هناك، حيث يوجد على أراضي لبنان 61003 لاجئين مسجلين و 26137 آخرون ولكن غير مسجلين لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، ليصل العدد الإجمالي إلى 87140 لاجئ. وقد سجل في المدارس اللبنانية حتى الآن 7852 طفلا، وجرى تمديد الموعد النهائي للالتحاق بالمدارس إلى 10 أكتوبر. إلى الأردن، حيث سجلت المفوضية العليا للاجئين وصول أكثر من 1000 لاجئ سوري على مدى الأسبوع الأخير، ويوجد حتى الآن 82437 لاجئا مسجلا. بالإضافة إلى ذلك حصل 22729 شخصا على مواعيد لتسجيلهم، ليصل عدد الأشخاص الذين يتسلبون السعادات إلى 100,105 لاجئين شخصا. وتقول طبعا الحكومة الأردنية إن على أراضيها أكثر من 200,000 سوري. في العراق يبلغ عدد اللاجئين المسجلين 20,143 لاجئ، وينتظر 16,357 آخرون التسجيل، ليكون العدد الإجمالي 36,500 لاجئ. في حياية والأطفال كلها مرضاني ومصمتين. والخمامة هون التواليتات تواليتين، هون في شيء 2000 شخص بيتجاوزوا 500 عائلة، عم نعيش صعوبة يعني الكلام ما بيوصف. إذن الكلام لا يصف هذه المعاناة مشاهدينا. طبعا هي كانت آخر الإحصائيات حتى الساعة، ويتوقع طبعا زيادة هذه الأعداد بكل لحظة، كل لحظة عم يعبر أكثر عدد من اللاجئين السوريين عبر الحدود. طبعا هلأ بدي أرجع لعند خالد لنكفي فقرات البرنامج، تفضل. شكرا هنادي. معنا من العاصمة الأردنية عمان علي بيبي، مدير التعاون والعلاقات الدولية في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. صباح الخير أستاذ علي. صباح الخير، أهلا وسهلا بك. يعني بداية، المسجلون في الأردن 82,000 تقريبا، أما الحكومة تقول بأن الموجودين على أراضيها هم أكثر من 200,000 لاجئ، سواء 82 أو 200,000 لاجئ، ما هي الأمور التي هم بأمس الحاجة إليها؟ بداية العدد تجاوز 200,000 حسب التقديرات، وأيضا ما أكدته الحكومة الأردنية. المسجلين وبانتظار التسجيل لدى المفوضية يعتبر الأعلى في المنطقة والأعلى في لدى المفوضية في علاقتها مع الأردن، تجاوز 105,000 لاجئ سوري في الأردن. التحديات جمة وكبيرة مع اقتراب فصل الشتاء. أرجو أن أذكر هنا أن يوجد مخيم
وهو مخيم الزعتري في الأردن، إذ تجاوز العدد عن 35,000 لاجئ داخل المخيم. ولكن التحديات ليس فقط في المخيم ولكن أيضا في المجتمعات المحلية التي تحتضنها العائلات والمجتمعات المحلية الأردنية. نعم، الكثير من التحديات أمامنا. سواء ما هي يعني ذكرت كلمة التحديات أستاذ علي أكثر من مرة، ولكن ما هي هذه التحديات؟ نعم، على سبيل المثال التحدي الأساسي والرئيسي فيما يتعلق بمخيم الزعتري استبدال الخيم المتواجدة داخل المخيم بالكرفانات. ومن خلال الام بي سي ندعو المجتمع الدولي والدول العربية والشقيقة بمساندة الأردن والمفوضية لاستبدال هؤلاء الخيم بالكرفانات لما قد توفر الحماية خلال فصل الشتاء الذي يعتبر على الأبواب. نعم، بالنسبة لأوضاع اللاجئين، يعني شفنا قبل قليل أنه مثلا دورتين من المياه مخصصة ل2000 لاجئ، كيف يعيش هؤلاء الآن؟ هل في خيم الاحتياجات؟ كيف يتم توفير الطعام؟ من يوفر لهم الطعام؟ هل تصل إليهم مساعدات الإنسانية؟ كيف تنسق الحكومة الأردنية كل هذه العمليات؟ نريد أن نعرف الوضع بشكل عام. في داخل المخيم يوجد ما لا يقل عن 60,000 وجبة توزع يوميا بالمخيم. من يوزعها؟ ما يقارب 1,000,000 لتر مياه توزع يوميا على اللاجئين داخل المخيم، ذلك بالتنسيق مع الحكومة الأردنية والهيئة الخيرية الهاشمية والمفوضية السامية والمنظمات الأممية الأخرى المعنية بمساندة اللاجئين. توجد ما يقارب حوالي 400 حمام وشاور في موزعة داخل المخيم. الهدف الأساسي تقديم الخدمات الإنسانية المناسبة للاجئين، سواء كانت المأكل أو المشرب أو حتى الهدف الأسمى اللي هو استبدال الخيام بالكرفانات. نعم، يعني الأردن أيضا لديه يعني من مشاكله ما يكفي، فهل تتعاون دول أخرى قادرة ومستطيعة مع الحكومة الأردنية لتنسيق عملية إغاثة اللاجئين السوريين؟ لابد أن الأردن سخر طاقاته وإمكانياته وموارده رغم قلتها خدمة للاجئين، سواء كان داخل المخيم الزعتري أو في خارجه في مناطق مختلفة. فقد وفرت الحكومة أيضا إمكانية التعليم المجاني لدى المدارس في حال حصول اللاجئين على بطاقة المفوضية أو تسجيلهم لدى المفوضية، بالإضافة إلى الرعاية الصحية. فكل ذلك يترتب على الأردن بموارده القليلة تحديات كبيرة، سواء كانت على الموازنة العامة أو على المصاريف لخدمة اللاجئين بشكل إنساني. وعلى ذلك ندعو الجميع أو المجتمع الدولي للمضي بتقديم المساندة للأردن نظرا لما قد تواجهنا من تحديات في القريب العاجل. نعم، نحن طبعا نقدر ونثمن الدور الأردني في مسألة التعامل مع اللاجئين السوريين وتقدير ظروفهم، ولكن أيضا البعض يعني يلمح إلى أن مسألة خوف الحكومة الأردنية أو الأردن بشكل عام من أن لا يعود بعض أو أكثر اللاجئين السوريين إلى بلدهم حتى وإن هدأت الأوضاع، وبالتالي انخراطهم في المجتمع الأردني، بالتالي مما قد يؤثر على مسألة علاقة الأردنيين باللاجئين. هل سجلت بعض المشاكل من هذا القبيل؟ بلا شك أن الأردن كدولة مضيفة وتعاملهم الإنساني وعلاقتهم وقربهم لأشقائهم السوريين دائما هم أو الأردنيين بحد ذات يقوموا بمساندة اللاجئين، ولكن على المنظور القريب والمتوسط الهدف الأسمى والأساسي هو معالجة أولا المستلزمات الأساسية لقرب فصل الشتاء من ملابس ومدافئ وكرفانات،
أما فيما يتعلق بالبعد الإنساني على المدى الطويل فبعتقد أنه دائما الأردن يضع الحالات الإنسانية كأولوية في مساندة. نعم. ودعم اللاجئين. نعم، كل الشكر لك الأستاذ علي بيبي مدير التعاون والعلاقات الدولية في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، كنت معنا مباشرة من العاصمة الأردنية عمان. طبعا يعني الجميع يثمن الدور الأردني، نحن في النهاية ندعو أن تستقر الأوضاع في جميع الدول العربية، وهذه تحية خاصة للأردن حكومة وشعبا تحملوا كثيرا في السنوات الطوال، يعني سواء مشكلة الفلسطينيين العراقيين الآن السوريين، وما زالوا يقوموا بأقصى إمكانياتهم وما يستطيعوا فعله بسبب وجود النخوة العربية لديهم، وإلا الإمكانيات لديهم للأمانة هي قليلة جدا، ولكن يقومون بدورهم على أكمل وجه. هذه تحية لهم. فاصل، ومن بعده سنتعرف إلى أفضل النصائح لتسوق ناجح عبر الإنترنت.